نتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. غاي رمزي والتفاصيل. أشكرك شكرا جزيلا محمد. شكرا صحر. مشاهدينا هذه الوقفة الاقتصادية في جولة السادسة الإخبارية. روج المنتدى الاقتصادي العالمي عبر منصاته الرقمية لبرنامج نوفي وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة، حيث أكدت وزارة التعاون الدولي على أهمية الشراكة والتعاون الدولي في تحقيق التحول الأخضر. كما تسعى شبكة حشد لاستثمار الطاقة المتجددة لدول الجنوب العالمي إلى جمع 2.5 تريليون دولار لدفع التحول الأخضر في مجال الطاقة. أعلنت مصر عن إطلاق برنامج نوفي خلال مؤتمر المناخ كاب 27 في شرم الشيخ. التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع وزير البلدية ورئيس الوفد القطري عبد الله بن حمد بن عبد الله على هامش ترأسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد بالعاصمة السعودية الرياض، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. وأعرب الوزيران خلال اللقاء عن تطلعهما لتعزيز التعاون المصري القطري، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة السياسية في كلا البلدين. كما أكد القصير أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحوث التطبيقية، خاصة أن مصر لديها أكبر وأقدم مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة، مؤكدا أن إمكانيات وخبراء مصر في البحث العلمي الزراعي في خدمة الأشقاء بدولة قطر. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا وسط احتمالات بأن يبقى تحالف أوبك بلس على تخفيضات الإنتاج، لكن الخامين الأساسيين يتجهان لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في 3 أشهر، ذلك بضغط من غموض يتعلق بالطلب وتراجع حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مما قلل المخاطر المرتبطة بالإمدادات. زادت أسعار العقود الأجلة الخام برنت تسليم يوليو بنسبة بلغت 0.4%، مسجلة 83 دولار و7 سنت للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة بلغت 0.16%، مسجلا 78 دولار 82 سنتا للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.36%، مسجلة دولارين 2.45 سنتا للتر، فيما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.33%، مسجلة دولارين 2.06، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. صعدت بورصة الإمارات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بأن تواصل مجموعة أوبك بلس خفض الإنتاج. أغلق مؤشر أبو ظبي على ارتفاع قدره 0.1% بعد خسائر لجلستين متتاليتين، وارتفع مؤشر بورصة دبي إلى 0.1%. وإلى تركيا، حيث بلغ التضخم إلى 69.8% في أبريل بمعدل سنوي مقابل
68.5% في مارس على ما أظهرت بيانات رسمية. ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة بلغت 3.2% بمعدل شهري على ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في تركيا، في حين فشل قيام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى 50% ما بين يونيو ومارس، في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية. استقر معدل البطالة في منطقة اليورو في مارس عند المستوى ذاته للأشهر السابقة، أي بنسبة 6.5% من القوى العاملة، ما يعني أنه لا يزال عند أدنى مستوياته التاريخية رغم الوضع الاقتصادي القاتم. وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ بدء مكتب الإحصاءات الأوروبية جمع هذه البيانات، وذلك في أبريل 1998 للدول التي اعتمدت العملة الموحدة وفقا للأرقام التي نشرها يوروستات. انخفض معدل البطالة على أساس سنوي بمقدار 0.1% في مارس، تعكس الأرقام صمود سوق العمل في مواجهة الركود الاقتصادي في أوروبا، وذلك منذ العام ونصف العام. بحث الاتحاد الأوروبي واليابان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال الحوار الاقتصادي الخامس رفيع المستوى الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية. ذكرت المفوضية الأوروبية أن الجانبين اتفقا على تفعيل مبادرة سلاسل التوريد الشفافة والمرنة والمستدامة، وذلك لتنسيق وتعزيز جهودهما بشأن السياسات الرامية إلى بناء سلاسل توريد أكثر شفافية ومرونة واستدامة. ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في أبريل، بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان. ذكرت المنظمة أن مؤشرها للأسعار الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولى أو الأولية الأكثر تداولاً عالمية كان قد سجل في المتوسط 119.1% في أبريل، ارتفاعا من مستوى بلغ 118.8%، وذلك في الشهر السابق.